25 سنة، خريجة كلية زراعة قسم هندسة. بحب بقى الورد وكده، فعشان كده بدأت أعمل شغل اسطبنطوط للورد وكده. أنا في الأول طبعا زي أي حد مثلا في كلية أو كده نزلت تريننج بقى ونزلت مواقع تخصص شغلي يعني وكده، بس بعد فترة حسيت إن أنا يعني مش لاقيه نفسي، مش قادره اشتغل في شركه وفي منظمه، وان انت بتبقي غصب عنك ليكي برضو يعني مدير او حاجه او كده. انا بحب الشغل الحر اكتر، فعشان كده وبحب الورد جدا جدا، فعشان كده احنا في منطقه صناعيه. المنطقه عندنا ما عندناش مثلا حد بقى يجيب بوكي ورد او كده، او حتى لو حد عايز يزرع ما فيش مثلا مكان تشتري منه زرع. في مثلا مناطق كبيره جدا زي زراعه الاسطح والحاجات دي مش مستغله، فعشان كده كان نفسي اول ادخل ثقافه ايه الزرع، ان انت ممكن تزرعي عادي في البيت عندك، وممكن مثلا لو عندك هديه او عايز تجيبي هديه لحد او كده ممكن تجيبي بوكي ورد. مش شرط ان انت الهديه دي تبقى حاجه ماديه قوي، الورد هديه جميله جدا يعني. حتى لو في مثلا مناسبة فرح او حاجة ما كانش فيه حتى اي مكان قريب ان انت تجيبي منه مستلزماتك او اي حاجة انت تحبيها، فعشان كده بدأت اعمل بقى المشروع بتاعي. يعني كده بلاقي نفسي فيه وبحبه، فعشان كده بدأت ان انا يعني حتى كنت بحب قوي اتفرج على بوكيهات الورد والستايلات الجديدة، بحب اتفرج على الديكوريشن والناس بتعمل حاجة دي ازاي، فعشان كده حبيت ان انا اخش فيه قوي. يعني انا شغفي للورد اصلا كان من زمان قوي، حتى انا كان مجموعي في ثانويه عامه يجيب لي اي كليه تانية غير زراعه، بس انا بحب قوي الحاجات الناتشرال وان احنا الحاجات اللي بتساعد البيئه والحاجات دي، وانا بحب الورد جدا جدا، فعشان كده بقى لا انا شغفي منه كان زمان قوي، بس ما كنتش مدركه ان انا هشتغل فيه. يعني في ناس بتحب الحاجه بس هي مش مدركه ان هي ممكن تشتغلها او دي تبقى يعني الكارير بتاعها، بس لما لقيت فعلا ان انا اتخرجت ما لقيتش نفسي في ورا حاجه، فحسيت ان انا مبسوطه هنا. يعني انا برضو لان انا كان المكان عندي كنت بحب الزرع، يعني بدأ برضو ان انا اجيب زرع وكده، فطبعا الكليه فادتني بحاجات كتير، ان انت ازاي تروي الزرع وتعتني بيه. هو الكليه ملهاش علاقه بالورد قوي، بس بتبقي فاهمه يعني على الاقل فاهمه انواع الورد ايه، فاهمه ايه الحاجه كويسه وايه الحاجه مش كويسه، فاهمه لو هتجيبي زرع هتعرفي مثلا الزرع ده جذوره كويسه او لا، لان دراستك بتفيدك في حاجات زي كده. هو على حسب المناسبه، كل مناسبه بيبقى لها الوان، وكل الوان بتوحي بحاجه ثانيه يعني حاجه غير التانية. يعني حتى لو مثلا مناسبة عيد ميلاد او كده فبيبقى الموضوع ليه علاقة بالالوان قوي، فمثلا لو حطيتي الوان ابيض اصفر الحاجات دي بتبقى لطيفة قوي. لو المناسبة مثلا فرح فبيبقى ابيض لان كلنا بنحب الابيض. لو مثلا خطوبة او حاجة زي كده بيبقى الاحمر يعني شاعري ورومانسي اكتر، فبحب الاحمر برضو في المناسبات اللي هي خطوبة او حاجة زي كده. فعلى حسب برضو المناسبة ايه بتختاري الالوان. انواع الورد بصي هو عموما انا يعني لان الفئه اللي انا بتعامل معاها مش الطبقه العاليه قوي، فبنجيب الحاجات المتداوله او اللي هي اي حد يقدر يعني يشتريها، فاحنا بنستخدم الورد الطبيعي الابيض يعني الطبيعي بتاعنا اللي هو الورد البلدي، كشف عادي او صوب مثلا بس بلدي عادي، يعني ما بنجيبش مثلا الورد المستورد او كده، بنجيب بالاوردرات الليليوم مثلا التوليب الحاجات دي بتبقى لو في اوردر معين بس ليها، لكن كفرش المكان بيبقى ورد بلدي طبيعي عادي. احنا المشكله ان احنا في منطقه شعبيه بصفه كبيره، فان انت بنت تفتحي مكان دي كانت يعني حاجه كبيره، ان انت تتعاملي مع الناس والسوق والشارع والحاجات دي، لا التعاملات دي بتبقى صعبه فعلا فعلا، بتمثل ضغط كبير قوي عليكي، وبالذات ان هم ما بيبقوش فاهمين انت بتعملي ايه، لان انت كمان مش بتعملي حاجه اساسيه، يعني انت مش بتعملي حاجه اكل ولا شرب ان هم الناس مش تقدر تستغنى عنها، لا احنا مهما كان احنا بنقدم سلع ترفيهيه، فالسلع الترفيهيه دي ما بتبقاش كل الناس محتاجينها او كل الناس حتى فاهمينها، لا اللي بيبقوا فاهمين الحاجه دي ومقدرينها الناس قليله قوي، فلا بنواجه كتير. وانا برضو يعني عندي جزء، انا اهلي اصلا مش موافقين على المشروع اصلا اصلا هما بالنسبه لهم ان انت يعني انت بنت فليه ما تشتغليش في شركه في مكتب، وخصوصا ان انت شهادتك تسمح لك ان انت تشتغلي في مجال في مكتب من غير ما تنزلي تتبهدلي او تتمرمطي، فليه تنزلي الشارع وتقفي في الشارع وتعملي كشك جميل زي كده. في الاول كان تعليقات سلبيه كتير جدا، كانوا حاسين ان هو يعني ايه يعني زرع، يعني ايه يعني ورد، هيعمل ايه، هما اللي عملوا ورد عملوا ايه يعني كده بقى، زي مثلا ان هو ما تشتغلي يا بنتي بشهادتك وتتجوزي وتقعدي في البيت، ده كده كبداية يعني. بس مع الوقت يعني الناس بتغير فكرتها عن البني آدم
من بحس شويه ان هو مش شو يعني، هو ممكن هما ما ادركوش اهميه الحاجه الا لما لقوا ان فعلا في ناس بدات تغير فكرها، في ناس فعلا بدات ان هي تشتري زرع وتستخدمه في البيت مثلا، نعناع وريحان وروزميري وكده بقى ما كانت بتجيب من العطار، فشافوا ان في فعلا تاثير فعشان كده بداوا يغيروا فكرتهم. لكن لو ما كانش حصل كده ما اعتقد ان انا كان هيفضل طول حياتي حاجات سلبيه بس. انا اصلا يوم الافتتاح بتاعي ما كنتش اعرف يعني ايه تزيين عربيات مثلا، فانا جيت فاتحه المكان اول يوم افتتاح عادي، لقيت اربع عربيات واقفين عايزين يزوقوا وانا مش عارفه يعني ايه يزوقوا اصلا، عارفه اللي هو انا لسه زوقك والله بس مش عارفه ازاي. حاولت وناس فعلا كانت هيلب يعني بجد كانوا بيساعدوا قوي في النقطه دي، كانوا مقدرين ان انت اول مره فساعدوني. بس مثلا بوكيهات الورد لا انا كنت اصلا بحبها، فكنت بجيب مثلا فيديوهات من على اليوتيوب وكورسز وحاجات زي كده، كنت بستخدم يعني بعمل كتير قبل ما ابدا. ولما بدات اول بوكيه ورد انا فاكراه كويس قوي، كان بوكيه احمر فابيض وكان حد يوم فرح ومستعجل جدا، فعملته الحمد لله وعجبه، ومن ساعتها بقى الموضوع مشي شويه. والله انا يعني بحب اليوتيوب مثلا افكار كتير، بنترست مثلا لا بنزل مثلا يعني بشوف كمان كفرز والحاجات الجديده اللي بيستوردوها فبتنزل مثلا، فالكفرز دي يعني انت لو شفتي اصلا الكفرز بتحسي ان انت بيوحي ليكي فكره وانت شايفاه، يعني حاسه ان الله الكفر ده تحفه لو اتعمل مع ورده كذا بلفه كذا هتبقى شكلها تحفه. فلا بتبتكري ايدك كمان لما بتاخد على حاجه بتلاقي نفسك انت سرعه البديهه عنك تبقى عاليه، فبتبتكري من نفسك. يعني احنا كنا الاول اصلا بادئين ورد بس، بعد كده بدانا بقى مستلزمات العروسه مثلا، يعني مناديل كاتب الكتاب وصواني الشبكه، مناديل كاتب الكتاب وصواني الشبكه مثلا، طارات والمرايات والهوايات، كل الباكج بتاعت العروسه مثلا بتاعت كاتب الكتاب او الشبكه. بعدها بفتره بدانا نخش في الديكوريشن، بنعمل ايه؟ بنعمل مثلا كوشات وبلالين اعياد الميلاد والمناسبات كلها، اي مناسبه بنقدر ناخدها الحمد لله من اولها لاخرها. وبعد كده برضو طبعا الورد الطبيعي بعد المناسبه بنجففه لو حد عايز يجففه في بوكس او حاجه زي كده. بس بنضيف بقى حاجات مختلفة، في مثلا بوكيهات مش ورد بس، يعني في بوكيهات مثلا فراشات، في بوكيهات ورد ستان، في بوكيهات فوم، حاجات أشكال كتيرة يعني جديدة. والله أتمنى بجد إن أقدر أكبر المكان وأقدر أعمل فرع تاني أو فرعين أو ثلاثة، يعني زي ما ربنا ما يكرم. يعني نفسي بجد والله يبقى عندي كذا فرع، وإن أنا أقدر بجد أعمل مكان كويس شيك وفعلا تخشي تلاقي كل اللي أنت عايزة فيه. بحب انصح مثلا اي حد ان هو لو هو شايف ان هو لاقي نفسه في مجال معين او هو حابب المجال ده وهيعرف فعلا يدي فيه، بعيدا عن راي اي حد هو يجوه طبعا، يعني ما يستناش راي الناس، لان راي الناس دايما بيبقى متناقض. يعني في ناس كتير قوي بتبقى تمام انا مع يعني تمام وكمل، وفي ناس لا، فانت هتلاقي نفسك انت مش قادر تاخد يعني قرار ومتردد. فلا لو انت شايف من نفسك انت تقدر تعمل حاجه طبعا اعملها.